السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ايتما سويتما قعيني ما غتجا الفرصة غضيزة نشقى يتواجد غي الأمم المتحدة. الهدف من غدا نتنقي ومخانا وانتين الهدفنا هو الطوالنا، لان ضوالنا غاقاث نتعانى نشني نتعانى غاكيسان نترجى نسيد نسترجى الدرقني ضوالنا نسيد انا زو الحل يضوالنا، لان ضوالنا غوكين والو الابرياء يتقص الحرب بزاف باش تيري الابرياء وراء القطبان ذي جنحاش تتقص زاكسر خاضة. الان العائلات كلشي تعاننت تعاننت بزاف، ليش تمنى غزيل من برا وانيتين الدرقني المعتقلين هذه نجمع شامل العائلات نسن الدور السرور على الامه هذه دور السرور على الامهات المعتقلين، لان الامه دام ميسي تعانى وتيري شيران تات مليح هذه نجمع الشل منا اني رين دوما ثان وذيني حمشنا ولا الشباب اينا خيرات الشباب فغند خل مطالب عادله ومشروعه لا اقل ولا اكثر. نشني روح نسيد غام كان باش نسترجع اطلاق جميع سراح المعتقلين لا اقل ولا اكثر. شكرا ايثما خ المبادرات نكون خ المجهودات نكون الجبار غير كينغضيم تحيه شكون زين من برا وانيتين تحيه قاع واني ما غاتجا نوايا حسنه تجاه الشباب المعتقلين خلفيه الحراك النارف. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Thank you.